هجيب له بتاع السلام عليكم. مؤاخذة مولان أزعجتك. ها يا صاحبي. أنا قلت مين ال الشاف؟ شايفك نايم على الأرض إيه، من التعب ولا من ولا بدأت الاعتصام؟ جالت لي حالة دوخة. لا شوفك الله فيك. فقلت أريح ربع ساعة كده. يعني هتكمل اعتصام الجمعة ولا إيه؟ إن شاء الله. هكمل اعتصام لو استمرت الدوخة. لا 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 ان شاء الله مش هتدوخ. طيب اسيبك تريح شويه وبعد كده باجي لك. بارك الله. ماشي يا دكتور، بارك الله فيك، اسفين على الازعاج. اتفضل. هات واحده ثانيه. اتفضل. عايزه عربيه ولا ايه عايزه؟